اسمه عم طلعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم دكتور سمعك. وعليكم السلام. الله يحفظكم ويسلمكم دينكم. محاضرة تنزبيها بعد الله يحفظكم الله يسلمكم. شلونكم ان شاء الله زيني بشونة اوضاعكم ترتيبات؟ الحمد لله. المواد البقية يلا الحمد لله الحمد لله. كهرباء شلونها وياكم؟ والله دكتور الكهرباء بالضيم. يعينكم الله يعينكم الله. وياها وياها حتى ما دام وصلنا عدد بعد اثنين اعتقد محاضرتنا كانت نرجع لها تذكير بها حتى نبدي بالمحاضرة اللاحقة اللي اخذناها حتى نشوفه شنو هو. دكتور ولو زحمه عليك بس قبل لا تبلش بالمحاضره. نعم. كان عندنا اقتراح ويا مجموعه الطلاب ربعنا انه تكون المحاضره عن طريق تسجيل فيديو لان قضيه الاونلاين كل جاي تاذينا هواي. اول شيء تضيع من وقتنا احنا كطلاب. احنا تسجيل محاضره فيديو العام كانت هي على اساس فيديو بس هالسنه تدري بعد توجيهها صار يكون هي اونلاين تعطى. احنا حكينا ويا رئيس القسم بخصوص هذا الموضوع دكتور قال هاي بقت انت والاستاذ. لا الاستاذ ما عنده مشكله انه يسجل لكم فيديو يدز لكم اياه. احنا ما عندنا مشكله بالموضوع انت بينكم اتفقوا انت والاستاذ. يعني ما ادري انا اشوف الاصلاح يعني اذا تسجل فيديو وندزها بعدين هذه مالك هل هي بيها جدول مستوى السؤال وجواب يصير بيها ماشي. لا هو احنا شنو قلنا مثلا المحاضره سجلها يا دكتور وتدز لنا اياها ونفتح مثلا نختار يوم بالاسبوع نحدد من عنده مثلا ساعتين او اقل او اكثر هذا اليوم نتناقش فيه وانت اذا عندك كوز لنا او عندك مثلا اسئله لنا توجهها لنا هم ماكو مشكله خلال هاليوم هذا. يعني قصدك المحاضرة ننزلها وتبقى مسألة الفيديوية وتبقى مسألة النقاش أثناء المحاضرة تصير مثلا هيك قصدك؟ النقاش مالتنا مثلا يحدد له وقت خلينا نفرض يوم بالأسبوع ساعة أو ساعة ونص بالأسبوع هذا هاي نقدر نتناقش فيه. يعني نخليها بساعات إذا خلينا نقول بساعة يعني شلون هاي الساعة وقت المحاضرة؟ ماكو مشكلة الوقت أنت تختار الوقت ما عندنا مشكلة به. يبقى وقت المحاضره نفسه يبقى على ضوءه نقدر احنا نتناقش فيه. زين هسه شنو المشكله بالمحاضره الاولى اكو في اشكال بها نعيد تسجيلها لو شنو نبدا بعد جديده نسجلها؟ والله الدكتور يعني هو احنا ليش جاي نعاني من هاي؟ لان تعرف قضيه الكهرباء ساعه جايه ساعه طافيه اليو بي اس مرات يعلق فالوضعيه هاي شويه جاي تاخذ من عندنا وقت مثلا احنا هسه مثلا نقعد من الساعه 2:30 لحد الساعه 8:30 احنا قاعدين مقابلين الحاسبه وقاعدين نباوع على المحاضرات فهذا الوقت اللي احنا جاي نستغله هيك احنا ممكن انه احنا بالفيديو وشنو اللي عندنا نريد نستفسره من عندكم نجي نسالكم مثلا على قنواتنا اللي موجوده بالتليجرام نسالكم بي وبنفس الوقت نخلي مثلا وقت ساعتين بالاسبوع هذا ميتنج بيناتنا نقدر نتواصل بيه نتناقش بيه. يعني انتم عندكم اسئله تردون تطرحونها عندكم يعني انا حاولت جهد الامكان خاصة بالمحاضرة السابقة انه الكون العرض مع الشرح يعني النقاط اللي اشوفها مهمة جينا كنا نخليها باللغة العربية حتى تفهموها لكن على ضوء المحاضرة هذه الجديدة المفروض خلينا احتمال انه بعد انت تعتمد على نفسك فاذا صار هيك هم نخلينا بها توضيح شرح بالعربي ويا المحاضرة هم حتى تكون فاهمها ونعطيكم فهم هذا الشرح عليها بصورة عامة تبقى اللي شيء ما فاهمه نقدر نتناقش فيه على أيه هو هذا اللي كان قصده دكتور يعني معناته اليوم احنا ممكن انه حتى تصير شغلة عملية ناخذ لنا هسه بس هالساعة مراجعة وحتى هيئكم هاي المحاضرة ان شاء الله الى يوم الاربعاء تكون مجهزة مسجلة فيديوية وعندنا نقاش نبدي نتناقش فيها بس شنو ساعاتنا ذني مال وقت الحضور ذني لين تدري بعد هم بالنسبه لك قسم يقول لك هذا يكون سجل حضور حتى الطالب
يعني يكون مواظب على الدراسة، ولا أنا ما أعتقد ما أعرف يعني، وطالب بعد وصل مرحلة الآن هو بعد إنسان ناضج ومهندس، يعني ما يحتاج واحد يوجهه. بس في المرحلة الرابعة يعني القسم حتى بالحضور على سياقات القسم بعد واحد نواد يعني يكون واحد يحترمها بعد رأيهم. لا أكيد هو هذا، ومو بس القسم، هي سياقات الدولة بصورة عامة هي هاي كلها هالروتين هذا. أقول لك وش يفيد إذا أنا طالب أجي تعال غصبة تعال أحضر المحاضرة، وهذا مو هنا أبسط شيء، هو دخل للميتينج وعارف وطلع، إيش أنا شنو أقدر أنا طالب، هو بعد من ذاته صح ولا؟ دحام دحام شنو داخل من جهازيا يا دحام؟ لا بس داخل من الحاسبة. ليش تطلع عندي اثنين دحام؟ مو احنا مو هنا قاعد زيد للعدد، وانا احسب العدد على الموجود. تمام بطلع حاليا. لا لا ابقى بعد احنا نشوفك انت بس صوت 12 احنا لا والله لان الحاسبة شوي شاشتها اكبر فالموبايل صغير مو مال. يلا اذا هاي يطلع من الموبايل ابقى بالحاسبة حتى نشوف العدد. خاف عندي استفسار الحاسبة ما اقدر ماكو بيها مايك. ماشي هاي خليك براحتك يلا بس حتى نشيك العدد. هاي وحدة من يا زيد يا عيني يا زيد، هاي وحدة من هن تعال تشيك الحساب وشوف العدد الطلاب الموجودين حتى تسلم غياب من هالسوالف. دكتور هذا الروتين مو بس بالكلية يعني صراحة، وهذا الروتين احنا بكل دوائرنا بنعاني من عدة يعني، وهو احنا نعرف الكل يعرف، هو ماكو عراقي بعد ما يعرف انه هذا روتين ماله كل داعي زين، لان هو الطالب اللي وصل مرحلة رابعة اجاني الان حقيقة انتم وناس الان يعتمد عليكم ان شاء الله، يعني كل واحد يعرف مصيره يعرف مصلحته خاصة، فاحنا نجي بعد هاي شو نسوي؟ بس خلي امشي ويا على رأي القوم، بعد احنا ما نقدر نقول لا نعترف. لا مشكلة دكتور ماكو مشكلة، احنا هسه حتى نبدي ما دام صارت النيه هيك العد نخلي اليوم حتى يصير لنا مجال بس نسجل لكم اياه المحاضره، لان حقيقه هاي المحاضره الثانيه شويه يحتاج لها تركيز مو مثل الاولى كانت مقدمه مجرد ما سولفنا على الصوره عامه حتى صعدنا ملاحظات واضحه، الان حتى نشوف شنو هو اللي مطلوب عندنا نجي عليه. اللي مطلوب حتى نشاركه ياهو نبدي بالاولى اللي هي هذه كانت هذا، شوفوا لي هذا كان بي عندكم مشكله بيها حتى اسجلها، ولا واذا ما اكو اشكال بيها نبدا بالثانيه حتى نستغل الوقت. هذه كانت عندنا البدايه اللي هي كانت مقدمه جينا سولفنا بها، اعطيناكم بعض المصادر، ما ادري لحد ما حد يعني كان عنده مشكله الظاهر بتنزيل هذه المصادر او شيء كمصدر يعني يعتمد عليه بالدراسه فلا باس به، فاللي قلنا اللي عنده مشكلة ممكن أن يراسلنا ونحاول أن ننزل هي نوفر لها كصيغة PDF نسخة إلكترونية يستفاد منها. بعدين جينا شنو الأهداف من هذه الكورس اللي حتاخذوه في الفصل الأول من النيورال نتورك، أنت شنو الأهداف التعليمية افتهمناها وشنا هم خالي حتى عززناها، قلنا ممكن بالشرح بجوز أنت ما تلحق عليها فضفنا هاي النقاط باللغة العربية، فحتى تلاحظ شنو هو مفهوم الأداء مفهوم الأهداف التعليمية هذا الكورس الأول اللي هو نيورال نتورك نشتغل عليه. هنا سألنا سؤال نفس السؤال قلنا هو نفس اللي كتبناه بالعربي هو موجود هو بالإنجليزي حتى تصير واضحة، يعني شو الأهداف التعليمية، ليش الشبكات العصبية صار عندنا هم سؤال سألناهن فافتهمنا ليش حنستخدم الشبكات العصبية وين نستخدمها، شفت عندنا مسائل معقدة يحتاج لها ان تتمثل بهذا الشكل زين، حتى ممكن بعدها يمكن ان نمثلها كشبكه عصبيه صناعيه تطابق ما موجود من شبكه عصبيه بيولوجيه، حاول استفادنا كمجموعه من الحواسيب حتى على ضوء هذه وقت الزمين اوبجكتيف هذا هم فهمناه حتى نعرف احنا different tasks مثل ما جبناها بالامتحان، هذه التاسك ممكن تتنفذ ادي pattern recognition classification approximation optimization data clustering and prediction problem، ثاني كنا نحتاج شفناها ذني علاقة بها مع تكون
من الدرجة الثانية يعني شنو قلنا نحتاج لها نتمثل المسائل البسيطة احنا ما نحتاج نمثلها بشبكة عصبية، المسائل المعقدة تحتاج إلى تمثيل بشبكات عصبية. هذا اللي اتهمناه، كل هذا كان موجود هنا عندنا مرة ثانية حتى تصير واضحة، قلنا لأنه مقدمة فيحتاج الطالب أن يتابعها حتى يصير عنده إشكال. رجعنا مرة ثانية قلنا هذا الشبكة العصبية البيولوجية اتهمناها شنو عندي مين مكونة، احنا بدنا نمثل هدفنا من هذه المقدمة للشبكة العصبية البيولوجية حتى نمثل على ضوها شبكة عصبية صناعية. فافتهمنا مما تكون، ها شفنا عندي انبوت عندي اوتبوت وعندي بروسيسور سيل بادي، هذا كله نسمينا شنو هذا الدرايف، اذا نمثل لي الانبوت الاكسون نمثل لي وسيلة الاتصال مع الخلايا المتجاورة بالنسبة إيمان لل هذه كلها تمثل عقدة عصبية، هذا نيورون واحد، فهذا يتصل مع بقية العقد العصبية من خلال هذا الأكسون، تشابك هذا التشابك ما بين الأكسون ويا الدندرايت، أكسون للنيورون الأول ويا الدندرايت للنيورون الثاني، فهاي عملية التشابك هنا تصير موجودة عندي. فش نشوف هنا هذا التشابك سميناه سينابسز، هنا قلنا تخزن المعلومات الموجودة بالخلية العصبية. طينا مثال قلنا إذا عندنا مثلا أنت شفت فشي شو عن صيادة الفعل على ضوها يكون التوجيه إلى العضو اللي ممكن أن يستفز على ضوء هذا الرؤية اللي أنت شفتها. أنا طينا مثال كما مثل عضلة هذا موجودة تتحرك حسب انقباض أو انبساط اعتمادا على الحدث اللي شاف اللي شفناه أو اللي لمسناه، ممكن يكون باللمس وهي على حسب الحواس الموجودة. سينابسز قلنا ذلني تشابك الموجود بين ذلني نقطتين، هاي مهمة، هاي نقطة التشابك ما بين الأكسون وهي الدنترايت، هاي مهمة حنشوفها بالتعلم. ونحتاج قلنا بالتعلم حنحتاج إلى هي عملية تيونينج للويتس بحيث نحصل الأوتبوت اللي إحنا نريده. وجينا مرة الثانية قلنا هذا كل اللي حكيناه موجود بالضبط اللي كان موجود هنا، مما تتألف 1 2 3 4 1 2 3 4 سينابسز، كل واحدة طلعناها شنو عملتها شنو عملها، هذا دندرايت السوما اللي هي السيل بادي، هذا السيل بادي نفسها هي السوما اسمها. فخاف يجيك بسؤال شنو ديفاين سوما، هي نفس السيل بادي احنا قلنا هنا السيل بادي of the neuron and is responsible for processing the information، معالجة معالجة الداتا اللي توصلها من الاوتبوت. والاكسون هو عضو التواصل مع الخارج، يعني ربط مع الاوتبوت، هو الاوتبوت مثل لي هنا الاكسون بالضبط يمثل لي الاوتبوت. زين شنو بعد السينابسز، هاي التشابك ما بين الانبوت والاوتبوت، بانبوت ل العقدة الثانية مع الاوتبوت للعقدة الأولى الأكسون ويا الدندرايت. زين كونكشن بين أكسون اند نيورون دندرايت للخلية الثانية، خلصنا منها افتهمنا هذا كله رجعنا شرحناه. فيعني قصد إذا سجلناها كمحاضرة فيديوية أو كتبناكم إياها فأعطيناك إياها بمقدمة هم شرحناها وكذلك وضحناك إياها باللغة العربية حتى تصير واضحة عندك. يجينا مرة ثانية شو المقارنة بين الشبكة العصبية الصناعية والشبكة العصبية الطبيعية البيولوجية، وشفنا سؤال كان هو شنو السايز ديفرنس بين بي ان ان و اي ان ان، هذا الديفرنس بيناتهم، وكان شنو الفولت توليرانس بين تو بي ان ان و اي ان ان، هذا الفولت توليرانس بيناتهم، وين تخزن المعلومات ستورج كاباسيتي شنو، هاي نشوفها ستور ذا انفورميشن ان ذا سينابسز مثل ما قلنا تخزن بالتشابك وحدات التشابك بين الأكسون والدندرايت ستورج كاباسيتي، وين تخزن المعلومات بالارتفيشال ستور فورميشن ان كونتينوس ميموري لوكيشن. هذه خلصنا منها، جينا على ضوء ما فهمناه من الشبكة العصبية البيولوجية جينا مثلنا شبكة عصبية، وعندي هنا اكتيفيشن فانكشن بحيث هذا الاكتيفيشن اذا سلطناها على الانبوت نحصل عند الاوتبوت. اكتيفيشن شفنا عندنا عده انواع
وهنا شفنا حتى تصير عندي مرونه بالتعامل مع الانبوت ويا الاوتبوت. شفنا ممكن ان ندخل لنا بايزنج، هذا البايز يسيطر لي على عمليه الانبوت داتا اللي تكون ممكن نحرفها باتجاه الاعلى او الاسفل او يمين او يسار. هذا كلها بسبيل ان نحصل الاوتبوت ديزايرد اوتبوت. فهذا مع هذا الاكتيفيشن فانكشن هاي سوي نورماليزيشن للانبوت زين، وعندنا اذا نحصل عندها الاوتبوت. هذا تمثيل مع الشبكه العصبيه صناعيه مع اضافتنا البايزنج في قبل ما ويا الانبوت، حتى صار عندي قبل الاكتيفيشن تصير واي انبوت الجديد هو يمثل لي سميشن اوف انبوت اكس اي والدبليو اي الويت بلس بي اللي هي البايزنج، كلها نسمي واي انبوت الجديد، ويا الاكتيفيشن ندخلها تطلع لنا الاوتبوت على ظهرها. هذا اجينا قلنا مرة ثانية الاكتيفيشن نيورون شنو هي؟ هذا عندي موجود الاكتيفيشن نيورون موجودة اللي هي سميشن اوف انبوت ويا من مضروبة بالويت كونكشن ويت دبليو. زين هنا نسعدي هذا شلون نقدر نتعامل مع هذا الويت، شلون نقدر نغيره بحيث نقدر على ظهرها نحصل ديزايرد اوتبوت. هذا الاوتبوت يمثل لي نسميناه هو الليرنينج الجوريثم نحتاجها. سنشوف عندي عدة الجوريثم نعتمد عليها حتى نحصل الديزايرد اوتبوت. شفنا بعدين هذا الاكتيفيشن فانكشن هم عرفناها وشفنا شنو هي خواصها، قلنا ليش نحتاج النون لينيرتي فهمناها. مرة ثانية جينا شنو وظيفة التفعيل، شنو نحتاج اللاخطية، هذا نفس اللي كتبناه هنا رجعنا شرحنا مرة ثانية بالعربي حتى سوى واضح لكم. اجينا شنو الاكتيفيشن فانكشن فهمناها، لان عندي عدة انواع من الاكتيفيشن فانكشن فهذا اخذنا منها واحدة منها فهمنا هذه نحتاجها. هذا السيجمنت فانكشن اللي هي ممكن الاوتبوت حتى نحصل بين مثلا نورماليز بين 0 اند 1، وشفنا عده التنشيط هذه لحد الادنى سميناه ثريشولد والسيني سيجمنت فانكشن نفس اللي شرحناه بالانجليزي رجعنا شرحناه بالعربي حتى يصير واضح عندك. وجينا مرة الثانيه اخذنا مثال سيجمنت فانكشن هذه اللي اف اف اكس تساوي لنا سيجمنت 1 بلس على 1 plus exponential minus x، هذه minus x مثل الانبوت زين. فإذا نجي نعوضها يسميها summation of xiwi، إذا نعوضها معنا بالدالة حتى f of x قلنا هي segment function هذا في w يعني تدخل هنا اللي y input اللي احنا حسبناه بالحالة الأولى اللي هو هذا y input وانا اللي جينا على وين بود نعوضها. هذه هنا وين نعوضها؟ نعوضها بالاكس زين. اجينا بعدين حتى صار عندي ان شاء الله واضحه الاكتيفيشن فانكشن وطلع مثال امثله عليه شرحنا بعض من هذه الامثله اللي هي باينري سيجمنت بايبولار سيجمنت تانجنت فانكشن اللي كلها مشروحات. اجينا قلنا حتى اللي وصلناها الى الليد اكتيفيشن فانكشن طلع اكتيفيتي. اكتيفيتي انتو دزيتوهن على قسم من طلبة دازيه على التليجرام، احنا هنا ما نحتاجه بالتليجرام، نحتاجه ننزل على المدرب. فان شاء الله نفتح لكم صفحة اساس اساينمنت حتى تنزل لي الاكتيفيشن هذا يعني، ونفتح لنا ان شاء الله هم بالمودل صفحة أم أسعيم ثاني اللي هو نفس اللي كوزي لطناكم ترفعوا لياهن اللي دزتوا لياه على الإيميل بات الثانية دزوهن على بالموديل حتى صير تتوثق بالنسبة للجنة الامتحانية بعدين نشوفوهن. هذا لحد هنا انتهينا من محاضرة أولى. جينا محاضرة ثانية setting of weight شنو الليرنينج، الليرنينج فهمناه. عندي هنا supervised learning، عندي unsupervised learning، وعندي السوبرفايد ليرنينج فهمناه شنو قلنا ادي تعلم من خلال المعلم زين، وهي تمثل لي از ديبندنت بروسيس تعتمد على منو، تعتمد الديزايرد اوتبوت احنا اللي نحتاجه نسوي له مقارنه مع الاكتوال اوتبوت، وعلى ضوء هذا الايرور سيجنال جنريت السيجنال نبدي نغير بالكونكشن ويت، وعلى ضوءها الى نحصل الديزايرد اوتبوت ونفسه يكون الاكتوال اوتبوت هو نفسه اللي احنا
نحتاجه او نمثله كديزاير اوتبوت. هذا السوبرفاي شفناه، شفنا اجينا هم شرحناها باللغه العربيه، واضحه ان شاء الله ما عندكم اشكال بيها. فاحنا ليش نقول هذه المحاضره اللاحقه على فرض انه بعد انتم ما تحتاجون هذه الخطوات، لكن فيما يبدو يعني لضيق الوقت ولتعطل الكهرباء، وعلى قول اخونا العزيز زيد العفو، فنحتاج الى هذا التمثيل. يعني نجي مرة الثانية نحاول ان نخفف عليكم هذا العبء، اولا نسجلها او نحاول ان نعطيكم شرح مفصل لكل سلايد حتى صورها تكون مسألة ما عندكم صبيها ان شاء الله اشكالات. هنا بعد ما افتهمنا السوبرفايد عن سوبرفايد، افتهمنا شنو هو وظيفته وصار جندي ليش عندي بيه، وانه هو ان سوبرفايد من اسمه يعني ما عندي معلم. Without the supervision of teacher and learning process is independent. هذه ميزة هذا سوينا في المقارنة بيناتهم. الأول نقول عليه التعلم بالمعلم، هذا بدون معلم، هذا كديبندنت، هذا اندبندنت. ديبندنت معتمد غير معتمد، واضح صار عندكم ذنين المصطلحات كلهن مو جديدة عليكم. وعندي خلال هذا شرح كامل إلى ليش بيها هذا انسوبرفايد، لأن هنا قلنا بالألغوريثم حنجي تشتغلهن، راح نشوف عدة أنواع، فمنها الهيبون وعندي بوستترون ودلتا، ذن كلهن كل هذا تعتمد على شكل واحدة منهم. مثلا الهيبون رول عندي مثلا حتى تشوف شلون نحدد هاي الأوزان، هنشوفها بالمحاضرة اللاحقة إن شاء الله، هي شلون نحدد كيفية لهذه الأوزان شلون ممكن نعدلها. والبروتوبترون هي نفرض قيم عشوائية، ودلتا تعديل الوزن شلون نعدله، هذا كله إن شاء الله نشوفها بالمحاضرة القادمة على شكل سلايدات بشرح بالعربي وما هو موجود بالمحاضرة حقيقة. أنتوا هي صفحاتها كثيرة، حاول نجزئها حتى تصل لكم بدء بتحميلها أو دراستها، نشوفها شو صعبة شو نجزئها حتى نسهل عليكم. وهنا نشوف شنو هو عندي التعلم هذا نشوفه بعدين. إن سوبرفايد أن سوبرفايد، إذا كل رول تعتمد هل هي سوبرفايد أو أن سوبرفايد، نستفاد من عندها وين نستفاد. عندي هنا عندي التعليم غير مشرف عليه، بنفس هذا الحكي حكينا هنا، عندنا نحكي هنا سوبرفايد انسوبرفايد هاي. وعندي reinforcement learning اللي هو تعزيز التعلم نشبه السوبرفايد وحشينا عليه، وهذا الشرح موجود وافي عليه ان شاء الله. نجي هنا بعدين دخلنا على التمثيل. الشبكات العصبية يمكن مثلها بشكلين، يا اما عن طريق نوعية التعلم سوبرفايد انسوبرفايد او فيكسويد، زين. وعندي نوع ثاني هيكلية بناء هذه الشبكة شلون يكون هيكلية، يعني ما فيد فورورد يعني من الانبوت الى الاوتبوت مباشرة، ما عندك فيدباك من الاوتبوت الى الانبوت. فيدباك هذا من اسمه واضح، عندك فيدباك راجع من الاوتبوت الى الانبوت. والسيلف اورجنايزنج هي تنفيذ ذاتي، تعليم ذاتي. لينا لو اني افتهمناها شنو هنا سوبرفايد انسوبرفايد كلهن واضحة. لك امثلة على الفورورد التغذية الأمامية، وكأمثلة على التغذية العكسية عند بوتزمان وفيلد موديل، قلنا ذلك ممكن أن تستفاد منها في موضوع اللي هو يطلبنا عنه البحث. والبحث هذا لا تستعجل عليه، اكتبه على راحتك، ولما إن شاء الله أبلغك اليوم اللي يكون أنت قبل نهاية الفصل أنا أنزل لكم هم على الموديل وتنزل لي هذا البحث مالتك. زين، هنا أنا خلصنا من هذا التمثيل وشفنا هذا الفيدفورورد وفيدباك وذني شرحناهن كلها، انطينا عليهن أمثلة، شفنا شذي مثلي فيدفورورد من الانبوت إلى الاوتبوت، ماكو شيء اسمه راجع، وهذا واحد منهم اسمه سيمينال كونسبتور. وعندي هاسينجل لاير، وعندي ذاكو بين الانبوت والاوتبوت
طبقات إضافية. بعدين قلنا نتهم ليش هاي عدد الطبقات اللي يحتاجهم، عدد الطبقات اللي يحتاجهم، عدد العناصر المكونة لكل طبقة تعتمد على أنت الديزاين أوتبوت مالتك شلون، من يحددها نشوفها بعدين. فهذه اللي شفناها، وشفنا عندي هذا الهيدن لاير سميناه الطبقة الداخلة بين الانبوت والاوتبوت، هذا الهيدن، هذا الهيدن لاير قلنا هاو ماني لاير ار سفيشنت. زين شقد عندي، كم لاير نحتاجهن كافية لتمثيل، هاو ماني بروسيسنج اليمنت، قلنا كل عقدة هي تمثل لي بروسيسنج اليمنت. هذه وين شفناها؟ بالمالتي لاير. جينا بعدين من المالتي لاير شفنا شنو فائدتين، وين تستخدم ابلكيشن. عندي عدة تطبيقات، بدأ أجيك سؤال شنو واحدة من التطبيقات اللي تفوق مالتي لاير ابلكيشن، تقدر تذكر انه واحدة من ذني، وقلنا هذه تقدر تستغله كعنوان الى البحث اللي تريد ان شاء الله تنفذه. مثل اعتقد كان ياسر عنده فنية انه object detection يقدر هم يشتغله ويشوف ان هذا object detection شنو هو كبحث يمثله report يسلمنا اياه بنهاية الفصل، ما عندنا مشكلة بيه ما دام هو عنده فد خلفية على هذا الموضوع جيدة حسب ما تفهمت من عنده. وبعدين جينا هذا topology كلها سحب في الطوتس ما دني كلها forward feedback. النوع الثاني هذا الأمثلة عليها موجودة. إذا أني أعتقد ما كان بيها مشكلة عندك، يعني إذا أي مشكلة بذني المصطلحات اللي مدت يعني مو واضحة نقدر نرجع عليها مرة ثانية نفهمك إياها، إذا بالمناقشة إذا عندك شيء ما واضح بذني هذني السلايدات اللي ما ذكرناها على أساس إنه صارت واضحة، لأنه الحكي كله دين عاد هو نفسه. يعني خو مو قلت عن نقول فيدباك باثر، صارت واضحة هذني عندك. هنا أنا شنو هي هذه الأنواع مالتها الفيدباك؟ إذا قلنا الفولي ريكرنت نتورك اللي قلنا كل عقدة كل بروسيسر يعني هو انبوت اوتبوت مع كل العقد الموجودة بالشبكة وضحناهن. وهذا عندي بي اوتبوت جورد النوع الثاني سماه جورد نتورك، وهذه سوبرفايد ازوفايد فيكست ويت. فيكست ويت شفنا وين نستخدمها، عندي بعض الشبكات العصبية ما نحتاج ان هذا الليرنينج اللي بحيث تكون معالجة للاوزان حتى نحصل اوتبوت. فعندي فيكست ويت تكون اوزان ثابتة. زين وين هذا تطبق؟ عندي بوب فيلد نتورك، عندي هامينج نتورك. تقدر هذا ايضا تاخذ فيكست ويت نتورك تفهم منها شنو هو وتعطينا امثلة عليه شلون يتمثل وتخلينا بريبورت، ما عندنا مشكلة بيه. اجينا بعدين قلنا هذا البايزنج شلون يأثر لنا على الاوتبوت، وهذا الاكتيفيشن شلون يشتغل، وشنو ليش نضيف هذا البايزنج، وعلى ضوها عندنا بايز اند ثريشولد مثلناها باكتيفيشن فانكشن. وعندنا هذا كان يوتيوب حقيقة دزينا لكم رابط شفتوه اعتقد، وكان هو مدبلج فواضح عندك. فبس هذا رابط هذا موجود عند واحد من الشباب، هذا قدر بس يدز لي اياه على الايميل رابط المدبلج يعني. فاذا اكو موجود هذا من ادخله بيطلع لي ما مدبلج، فاذا تشوف المدبلج اللي دزيتكم اياه وينه انطوني اياه حتى انزله على الموديل ان شاء الله. وإذا ما أكون هو نفسه هذا أنزله على الموديل خاص تحتاجه. هذه هنا انتهت المحاضرة الأولى على أساس أنه هي كانت مقدمة. المحاضرة الثانية مفروض إحنا شعدنا بيها، المحاضرة الثانية حتى اللي هي إن شاء الله حتكون يعني تجهز إلى يوم أربعاء ونناقشها كمحاضرة فيديوية خلينا نقول، أو نبدي ونضيف لها هذني الشرح عليها. هنا حتى نشوف شنو هي المحاضرة الثانية. المحاضرة الثانية كانت
هذه اللي مفروض احنا هذه مفروض احنا نزلنا لكم اياها مفروض على اساس انه تراجعها وتشوفها شنو هي كانت عندي هنا حتى نشوف المحاضره اللاحقه حتكون مطالب بها من هاي الصفحه الى صفحه الى الواجب اكو بها واجب حطيناه على المحاضره القادمه بينما اشرح لكم اياها فيديو واذا بها نقاط مو واضحه نقدر نضيف لكم عليها شرح بالعربي حتى تصير واضح اللي هي اكتيفيتي حد هذا الاكتيفيتي يعني اللي صفحه 32 مطالبين به يوم الاربعاء ان شاء الله زين stay the minimum distribution balance possible and give the description of character recognition هذا في السؤال بعد ما حنشرحها هالماده المفروض هذا اكتيفيتي تقدر تجاوب عليه زيني فمحاضراتنا القادمة مطالبين بها حد صفحة 32 اللي هي إن شاء الله حنبدي نشرح لكم إياها كمحاضرة فيديوية نسجلها نحاول وكذلك شنو النقاط اللي نحتاجها تكون واضحة باللغة العربية لأنه حقيقة بها معلومات قيمة لازم واحد يكون على اطلاع بها شنو هي المحاضرة الثانية اللي نحتاج اللي نستهم من عندها شنو هال learning training algorithm عنده إذن إذا نحكي نقول تعديل الأوزان نحتاج لنا إذن قوانين حاكمة حتى على ضوها نقدر نمثل هذه الأوزان learning training algorithm ده وحنفهم بعدين شنو self adaptation equation هي التكليف الذاتي زين وconcidence performance اللي هو مثل إداء التطابق أو المصادفة يعني بين حالتين كونسايدنس تطابق بيرفورمانس والكومبيتيتيف شنو معناتها اللي مثل المنافسة بين شنو نفهمها ان شاء الله وهنا عندي فلتر اند سباتر تمبرال ليرنينج اللي هي مثل لي شلون التعلم الزماني والمكاني زين الفلتر هي التصفية شلون عندي سنسور فلتريشن وهذه مثلها التعلم الزماني والمكان مثل ما فهمنا عندي فيد فورورد نيورال نتورك شنو هو من عندي مثلا برسبترون نجي عليه هناك اخذنا كمثال قلنا برسبترون نجي ناخذ عليه الهيكليه مالته والالجوريثم اند ابلكيشن وين شلون تطبقين وعندي بعدين يجي هنا نقول لينير هذا الادا لاين زين نفهم شنو هذا اللي بنشتغل عليه لينير فيد فورورد نتورك شنو هي باك بروجكشن الجوريثم براكتيكال كونسيدريشن ناخذ مثلا نموذج عملي ونجي على الجراديانت ديسنت الجوريثم انحدار هذا شنو حتى نحصل الى المينيمم فاليو الى حتى نحصل ال نسميه انحدار بالجراديانت انحدار ديسنت بصوره يعني للسالب نحاول نحصل القيمة العظم المينيمم فاليو للسيجنال للاوتبوت حتى نحصل مثلا مينيمم انرجي ديسبيتد على سبيل المثال نحتاجها نطبق الجراديانت ديسنت الجراديانت وعندها الطريقة الثانية نسميها راديال بيسس فانكشن نتورك حنشوفها بالمحاضرة اللاحقة ان شاء الله هنا كان عندي سؤال خلينا حتى نشوف المحاضرة السابقة هذه الخطوات اللي مفروض احنا نغطيها بهذه اللكتشر الثانية ان شاء الله نحاول نغطيها بهالاسبوع والاسبوع القادم زين اللي السؤال كان مطلوب من عندك what is the difference between supervised and unsupervised هاي المفروض كبداية محاضرة شنو اللي اخذناه بالمحاضرة الأولى هذا السؤال هنا كان عندنا what is the difference between الآن نقدر نجاوب عليهم supervised and unsupervised سمي supervised learning what type of neural network شنو ذا انواعهن هذني بعد مثل ما جاتكم بالامتحان بعض التعاريف بعض الشغلات هم مطالبين هذا السؤال ما خلينا لكم يا تفكر به واجابته تلقاها ان شاء الله بالصفحه اللي هي صفحه 67 نفس هذه السلايدات يعني اذا تجي من الاخير ان شاء الله لما نوصل هذا اجابه السؤال الاول موجوده هنا يعني شنو هي السوبرفايز شنو الانسوبرفايز والسيمي سوبرفايز زين هذه الاجابه على السؤال الاول
السؤال الثاني كان هو شنو انواع هذا في تفوق كل الانواع اللي موجوده ممكن ان نشوفها، واكو بعد انواع ثانيه ممكن نضيفها بالشرح مالتك. بس عندي هذا السؤال وجوابه موجود وين بنهايه المحاضره الثانيه. بعد انتهاء ان شاء الله من المحاضره الثانيه حتكون نفس الشيء، مجموعه اسئله تكون موجوده والاجابه عليها نطالبكم بها حتى تصير عندك خزينه من الاسئله اللي ممكن انه تفيدك بالامتحان النهائي ان شاء الله. حتى لا نطيل عليكم ولا ناخذ وقتكم، ما دام هذه ذني هنا الشرح هذا هنا مثل ما قلنا خليناه على اساس انه فقط نشرحها بداخل المحاضره، لكن الان اذا تصير تسجيل فنشوف شنو هو بس نعطيك في النقاط مثل ما قلنا هذين مطالبين بها، النقاط هذني بس راجعوا لنا اياهن حتى لما نجي نشوف شنو ده اللي انا تريننج اقدر تمشي لي بين لو نشوف هنا. مثل ما قلنا ما دام عندي اوزان احنا نريد نحدثها نريد نحصل منها اقيام جديده على ضوها حتى يصير عندي الديزايد اوتبوت هو نفس الاكتوال اوتبوت، يعني طالع عندنا من المنظومه هو يمثل لي اللي احنا ديزايد اوتبوت اللي احنا نريده. فهذا شنو هي؟ احنا عندنا تحديد المستويات الاوزان والتحيز الشبكه في الظروف الحاليه يمكن زين تخمين اداء الشبكه، هذا هو اللي نقول احنا يعني شنو لما نجي نطبق زين نطبقنا القاعده فدول فقانون زين بحيث هذه تحدث هذه الاوزان وعلى ضوها ممكن على ضوء هذا التحديث نحصل لنا الاوتبوت. زين هنا نتبقى عندي بعض الاسئله كانت موجوده هنا زين basic principle of artificial design شلون حصل the activity of neuron is all or nothing، يا اما هي تشتغل او لا زين certain fixed number of synapses larger than هذا نفس الشروط هسه بعدين نجي عليه، لا احنا ما قدرنا ناخذه بسرعه ما ندخل بالتفاصيل نجي نوضحها ان شاء الله بالمحاضره القادمه. زين شنو انواع الليرنينج؟ They are different learning rules. شنو هي different learning rules؟ عندي ذن موجودات نشوفها واحده منهم. هناخذها ان شاء الله بصوره واضحه. الهايبن ليرنينج رول، البوسيبترون والدلتا، والكورليشن ليرنينج والاوستير ليرنينج رول. هذني هناخذ شنو هذا اختلاف عن الثاني. الهايبن شنو هي؟ البوسيبترون شنو هن؟ هذه القاعده. والدلتا شنو هي كقاعده؟ زين افتهم الدلتا رول شنو هي، ناخذ هاي عندي هذا الانبوت وهذا الدلتا رول هي بالضبط هو هذا عندي هذا اكتيفيشن اوتبوت والديفرنس بين اكتوال اوتبوت هو الديزايد اوتبوت، هذا مثل الديفرنس احنا رجعه حتى انيشيال هذا دبليو انيشيال لراندوم فبعدين نفهمها بالدلتا نطي اقيام عشوائيه للويت للاوزان وبعدين نبدا نشتغل نشوف شو طلع لنا بالاوتبوت، ناخذ الديفرنس بين الاكشوال والديزايرد ونشوف الاختبارات الثانيه المن نبدا نعدل بهذه الاوزان اللي احنا فرضناها عشوائيه على لانه احنا فرضنا هذه الاوزان عشوائيه حنقول اذا هذه هي سوبر فايد ليرنينج زين واحده من هذه الدلتا. وبعدين الكورليشن شنو هي نفهمها ان شاء الله كقواعد زين وبعدين نجي هذا جرادين ديسنت الجوريثم عندي قواعد وعندي الجوريثم شنو عندي الجوريثم هذني القواعد اللي شفناها خمسه وعندي الجوريثم هذني ثلاثه نجي على واحده واحده اللي هي جرادين ديسنت ايفولوشن الجوريثم اند جينيتيك الجوريثم كل واحده بها شرح شنو الجينيتيك الجوريثم شنو هي الجرادين ديسنت سؤال what is the gradient descent هذا جواب عليه نشرحها ان شاء الله حتى تكون واضحه عندك بالمحاضره القادمه اللي هي حناخذ الجراديانت اللي هي الالجوريثم نحكي على الالجوريثم ونحكي على القواعد كرول زين القاعده تختلف عن الالجوريثم زين فهنا نشوف بعدين لانه مو كل قاعده هي الالجوريثم مو كل قانون خلينا نقول هو قاعده صعب القاعده هو مو قانون زين
ما وصلت إلى درجة القانون. نشوف هذه في الالغوريثم اللي احنا ناخذ ان شاء الله وين تطبق وكل وحدة عملها. واخي شيء نوصل الى ان شاء الله هاي السيلف اورجانيزد مايند نشرح ان شاء الله بالمحاضره القادمه. هذه نخلي على المحاضره القادمه حتى ما نطيل عليكم. وهذا الشرح مثل ما قلنا نحتاج من عندك انه تراجعنا لحد هذا الاكتيفيشن زين اكتيفيتي عفوا اكتيفيتي فانك هذه سؤال مطالب. فصار عندك اكتيفيتي اول اللي هو what is the different type of activation function وهذا الاكتيفيتي الثاني. فبعد ما نكمل المحاضره هذا الاكتيفيتي يكون فعال يعني يكون مطلوب منك انك انت ان شاء الله تنفذه. لهنا انا حتى ما انطل عليكم لهاي المحاضره زين اكثر من معلومه بيها نحتاج لها حتى تتوضح لك ان شاء الله صورة دقيقة وإلى أن نصل إلى نهايتها. فتبقى إلى يوم الأربعاء أنا في وقت ما سجلتها كملتها أنزلكم إياها إن شاء الله. أحاول اليوم